أنا الحقيقة سعيد يعني بوجودي بينكم، ويعني عظماء بسم الله ما شاء الله، الله يسلمك. وأهلا وسهلا فيكم في الأردن بلدكم الثاني، وإن شاء الله تكونوا إن شاء استمتعتوا إن الله شاء الله بهذه الزيارة وشفتوا شيء جديد أتمنى أن يلقى إعجابكم، يعني لا يقل عما هو موجود في كل البلدان العربية من الإرث التاريخ الطويل من الإنجازات نعم الحضارية اللي نفتخر فيها في كل بلداننا العربية. دكتور هاني، من هذا المكان العظيم الحقيقة وإحنا داخلين حتى يعني عشان نوصل لمكان التصوير، المنظر والجبال والألوان والحضارة وأماكن المياه، يعني تخلي العقل أحيانا يسأل، لا هي لم تكن أساطير أكيد يعني أو بالتأكيد حكايات، هذه بالتأكيد حقيقة واقعة إحنا شايفينها، هي لكن حقيقة. دور بقى البحث والمعلومات والدراسات، يعني ماذا قالت ولماذا تحديدا في هذه المنطقة مثلا يعني أتوا يعني الأنباط وبخلف الخزنة وكان هذا هو المكان؟ شوفي يعني البدايات المجتمع العربي النبطي هو عبارة عن حلف قبلي ضخم كان في شمال الجزيرة العربية، وكان دائما يعني الأحلاف القبلية بتتجمع القبائل العربية عشان توفر نوع من الحماية للمكونات المجتمع، فبينطلقوا دائما حسب الظروف الجوية والمناخية لأنه كان نمط حياتهم كان بداوة، فتحركوا باتجاه الشمال راحوا باتجاه العراق، طبعا عددهم ضخم جدا أكيد ما كان ممكن لأهل العراق يسمحوا لهم لأنه بدهم ينافسوهم على المراعي وينافسوهم على الزراعة على مصادر المياه، ردوا اندفعوا باتجاه الغرب اجوا للمنطقة هاي. مين كان فيه؟ كان موجود الأدوميين قبل الأنباط في هاي المنطقة، فعاصمتهم كانت في بصيرة في الطفيلة حوالي 40-50 كيلو من هذا الموقع، لكن هاي المنطقة بشكل عام كانت تابعة للأدوميين. طبعا الوجود الفعل الحضاري في الفترة الأدومية كان ضعيف لأنه هو عملية استغلال المناطق بحكم إنها جاية على الشرارة الغربية خلينا نسميها، واللي دائما مواسمها المطرية بتيجي في الشتاء، فكان لابد من تهيئة المنطقة واستغلال ما أمكن من الظروف الطبيعية مشان إنتاج الزراعي، لأنه كان نمطهم برضو بداوة، حتى أنه في المصادر التاريخية ذكروا هم يعني في القرن الأول الميلادي ذكروا على أنهم أنصاف بدو وأنصاف فلاحين، فهم كانوا يمارسوا البداوة في فترة من السنة والزراعة في النصف الآخر من السنة. يعني دكتور اسمح لي، لطالما نسمع كثير أنه ما تم اكتشافه من هذه المدينة لا يعكس حجم ومكانة البتراء، وزي ما بنعرف قديش اليوم مكانتها السياحية والتاريخية والحضارية الموجودة في المملكة الأردنية. اليوم هناك حراك كبير جداً لرحلات استكشافية، لما يوجد من أسرار للبتراء تحديدا؟ شوف دائما احنا يعني بنتعامل مع الشيء المرئي، الجزء المرئي من المعالم التاريخية. الآن ما هو تحت الأرض ضخم جدا، يعني حتى قال لي احنا بنعرفه كل اللي بقى من بقايا حضارة البتراء هي الواجهات اللي منحوتة في الصخر، لكن المدينة بشكل عام اكثر من 70-80% منها ما زال تحت الأنقاض، وما صار عمليات بحث أثري. أنت تعرف عشان تعمل حفريات علمية وتكتشف كل المكان، أول شيء إحنا غير مطالبين، هذا الجيل غير مطالب بهذا الدور، لكن بدك موازنة ضخمة جدا وهائلة. الآن الأردن في سياستها من تأسيس المملكة وهي تتعامل مع البعثات الأثرية المرموقة في الجامعات والمعاهد البحثية اللي بتشتغل على التاريخ والآثار والأنثروبولوجي والعلوم الأخرى المرتبطة بهذا المجال، لكن فعليا احنا بتم عملية اختيار الأماكن بس عشان نضيف لنا شوية معلومات. احنا عندنا مصادرنا التاريخية عرفنا جزء كبير من حضارة الأنباط، لكن ما زال هناك المجال مفتوح لنا والأجيال القادمة لمزيد من البحث لمزيد من التحري ومعرفة الجوانب أكثر بشكل أكثر عمقا وأكثر فهما ووضوحا علشان نقدر نعرف كل تفاصيل حياة الأنباط اللي مارسوها، لكن في حقائق ثابتة معروفة وعرفناها، ولكن في مزيد من التفاصيل احنا محتاجين مزيد من البحث عشان نتعرف عليها. دكتور حقيقة يعني من خلال الإعداد في الأسئلة
وأنا ذكرت في التقديمة هي جمعية بحثية خاصة بالحضارة الأنباطية وتاريخها. من دخلنا مثل ما ذكرت شافكي بأن شاهدنا رهبة المكان بطرق لجداول المياه، خطط معينة. يعني بتواجد حضرتك أريد أستثمر الوقت وأسأل بأن هذه قوة هذه الحضارة وين تكمن؟ شوف، الحضارة العربية النمطية بعد مرحلة الاستقرار هم نمط حياتهم كان نمط بدوي. بعد الاستقرار مارسوا الزراعة. الزراعة. وأبدعوا في فنون الزراعة. طبعاً الزراعة تحتاج إلى مياه. هاي المنطقة تعتبر فقيرة في مصادر المياه. لكن في شوية مصادر طبيعية في عيون المياه اللي موجودة في المنطقة واللي تتجاوز 50 عين، منهم يمكن 3-4 قويات والباقي عيون عادية. استغلوها استغلال مذهل. حتى اليوم ما زالوا علماء الهيدرولوجي يعني بيستغربوا عن التقنيات اللي استخدموها العرب الأنباط في منطقة البتراء وفي المملكة النبطية عموما، واللي وظفوا فيها استغلال كل قطرة مياه. تذكرت بالدكتور من الدخول ذكرت باليمين وبالشمال أكو. الآن بتحكي عن البتراء، موجود قناتين ومصادر المياه الموجودة بوادي موسى، والمنطقة طبيعتها وادي موسى جاية أعلى من البتراء، فالمياه تجري بشكل انسيابي للمكان. هم قادوا المياه في أنابيب، وأنابيبهم مرات قنوات فخارية، مرات قنوات من الرصاص، مرات قنوات مفتوحة. المصادر النظيفة واللي استغلوها لغايات الاستهلاك الآدمي هي جابوها من مصادر المياه النظيفة من الينابيع، وقادوها في أنابيب فخارية. حتى تقنيات تصميم الأنبوب نفسه وعملية كيف أنه ينزل بشكل انسيابي وبدون ما يكون بشكل سريع، بحيث أنه ما يحتاج إلى صيانة بشكل دائم. طبعا القنوات المفتوحة كانت لغايات البناء والزراعة والاستخدام الحيوانات وري، لأنه كانت تيجي قوافل على المنطقة وقوافل بالآلاف الجمال، فهي تحتاج في متطلبات للتجارة. طبعاً. فيما بعد هم تحولوا من يعني مارسوا نشاط جديد بالإضافة للزراعة ومعزز للزراعة اللي هو النشاط التجاري. كانت محطة تجارية، آلاف الجمال سنويا في فترة الصيف، وهذه التجارة وهذه القوافل ذكرت بالقرآن. رحلة الشتاء والصيف، الصيف كانت إلى بلاد الشام وبالشتاء كانوا يروحوا إلى اليمن. هذه الأعداد الكبير من القوافل ومرافقيها لهم متطلبات. مين اللي بحققها؟ بحققها الإنتاج الزراعي اللي يحتاج إلى غذاء وآلاف لهذه الحيوانات ومصادر للمياه النظيفة عشان. تمام. يعني إذن هم يعني دكتور هاني أوجدوا الحياة بكل أشكالها. نعم. طيب أسرار الأنباط لم تتوقف عند الزراعة والتجارة والاهتمام بالأماكن والري، ولكن أيضا يبدو أن هم كان عندهم نوع من أنواع الفن في الكتابة. يعني الخط النبطي يعني كلنا حتى يعني عارفين نقول لا ده خط نبطي يعني مختلف. يعني كيف يعني صار هذا الخط النبطي منذ هذا القدم وحتى اليوم معروف؟ نعم. شوف الأنباط لما بلشوا بالتجارة كانت اللغة الدارجة، لغة التجارة في العالم القديم زي اللغة الإنجليزية اليوم، هي اللغة الآرامية. اللغة الآرامية بفهمها الروماني واليوناني وبفهمها العربي وبفهمها الفارسي والهندي، يعني معظم الناس، لأنه هي مرتبطة بالتجارة، وبالتالي أنت تحتاج علشان تمارس أي نشاط تجاري تحتاج أنك تعرف مدلولات الكلمات ومفاتيح اللغة الآرامية. الأنباط لأنهم أصبحوا تجار فصاروا بالضرورة يتقنوا هذه اللغة اللي هي اللغة الآرامية اللي هي اللغة المحكية الدارجة لغة التجارة. طبعا استخدموا الحرف الآرامي في الكتابة. بعد فترة يبدو أنه الحس القومي عندهم كان متأجج، والانتماء للعروبة ومع يعني كانوا يعيشوا نوع من الصراع الثقافي في هاي المنطقة، فابتدعوا الحرف العربي وطوروا من الحرف الآرامي، فاخترعوا الحرف العربي بشخصيته العربي وبلشوا يكتبوا فيه اللي هو اللي احنا بنسميه الخط النبطي. طبعا هذا الخط تطور وشاع استخدامه، ونقلوه الأنباط بحكم انهم تجار نقلوه الى الامم المحيطه. صحيح. حتى القاره الهنديه بتكتب بالحرف العربي، ما زال الحرف العربي
النبطي يعني نعم. هو مش مجرد خط نعم. ولكن نعم. هو عبارة عن نعم. نعم. يعني حلية ولوحة فنية. طبعاً طبعاً هذا طبعاً مع الزمن تطور هذا الحرف وتشابكت الأحرف وبعدين إجا التنقيط والتشكيل وبعدين دخل في الزخارف الإسلامية نعم. في فترة لاحقة. بس الأهم من هذا كله إنه الـ هذا الحرف هو اللي دون به تراث الأمة العربية بشكل عام قبل الإسلام وبعد الإسلام. الآن هذا التراث كله انتقل إلى الأندلس في فترة توسع الفتوحات الإسلامية. من الأندلس انتقل إلى أوروبا. الثورة المعرفية الإنسانية بشكل عام مدينة للعرب الأنباط من البتراء. إذن في علاقات صحيح؟ نعم. إذن نتحدث اليوم عن علاقة الأنباط بالحضارات والممالك المحيطة بها تحديداً. وإحنا نشوف اليوم زي ما تفضلت اليوم شرقاً شمالاً أو غرباً. فقديش هذا الموضوع مهم وأيضاً نتحدث فيه بهاي العلاقات تحديداً. نعم. شوف المجتمع جاي في موقع استراتيجي في العالم القديم. العالم القديم اللي هو شرق آسيا وغرب آسيا وشرق أفريقيا. هذه المنطقة شهدت نشاط وتفاعل إنساني عظيم جداً. وحتى الأمم البعيدة كانت تيجي هذا لأنه من هان كان مصادر الحرير والعطور والأفاويه والبخور كلها هذه مواد التجارة في العالم القديم. الآن هذول توسطوا هذا الموقف وذلك تفاعلوا مع كل الحضارات المحيطة. أنت بتيجي على البتراء حتى بس في المجال العمارة النبطي تأثرت بالعمارة. أنت بتشوف عندك الكروس تيب اللي خطوة الغراب هذا تأثير عراقي من الحضارة البابلية. عندك المسلات مثلا في منطقة البتراء تأثير مصري. بيت المقدس نفسه المسجد الأقصى في جزئيات من ملامح العمارة النبطية وظفت هناك. الأنباط كشعب موجود في هذه المنطقة لكن متفاعل حضاريا مع كل محيطه. فبالتالي هو أثر وتأثر بالحضارات المحيطة وتفاعل معها بإيجابية وكان ينظم علاقاته بالمحيط كان ينظمها من خلال مواثيق ومعاهدات واتفاقيات تفاهم. كانوا أسبق من بقية العرب اللي في الجزيرة العربية أسبق حضاريا وبالتالي هم تفاعلوا مع محيطهم بإيجابية وبنوا علاقاتهم على الود والاحترام. حتى في مرحلة أسبق شوية كانوا في صراع وصراع في حروب وهزم اليهود في أكثر من محفل في منطقة أريحة ومنطقة الغور في الأردن في معارك صراع على السلطة على الدور السياسي في المنطقة على طرق القوافل على التفاعلات الحضارية كان في صراع. بس فيما بعد ترقى الأنباط بفكرهم واستوعبوا محيطهم وتفاعلوا معها بإيجابية وأصبح لهم كيان يحترم وارتبط بعلاقات نعم دكتور عذرا على المقاطعة. احنا وبالدخول إلى البتراء بنشاهد وجود محكمة ووجود مذبح ووجود تفصيلات مهمة للحياة المدنية. نعم. أي حضارة تحتاج إلى المدنية. نعم. وأيضاً المدرج اللي موجود بها. نعم. نعم. طبيعة هذه الحياة المدنية وقوانينها وتشريعاتها وطريقة حكم هذه الحضارة كيف كانت بالإنابة. النظام البدوي كان سيد القبيلة هو الشيخ يعني بالعادة هيك كانت البداية. الشيخ هو سيد القبيلة وهو كبيرها وهو زعيمها وهو الموجه لها وكان في حواليه بكون دائما بكون في فريق من يسموهم المستشارين او الاستشاريه اللي يعني بكونوا زي مشوره للملك اذا احتاج هو يرجع لهم. هذا النظام بعد الاستقرار تطور صار لما تفاعلوا مع محيطهم وشافوا انه في ملوك في قاده وفي زعماء وفي جيوش الى اخره فتطوروا هم لانه هذا هو الوضع الطبيعي لازم يكون لهم قائد. فصار الملك النبطي هو ملك والملك هذا يورث إلى الأبناء. نعم. وزوجة الملك حتى يعني في النقوش تذكر على أن أخت الملك وهي ليست أخته الحقيقية لكن هي من باب التقرب بشكل يعني يخليها موضع ثقة الملك وموالية له بشكل يعني أنها دخلت خلينا نقول في الأسرة بشكل يعطيها الحق بأنها تكون زي أخته بمقام الأخت المجازي المقصود فيه يعني ثقتها وحرصها عليه في إبداء رأي في كل شيء. طبعا المرأة النبطية يعني أصبح لها دور وتعاظم دور المرأة النبطية في المجتمع النبطي وكان لها دور وحتى بخلاف
ما هو معروف عن المجتمعات العربية أنه المرأة في البدايات في نمط الحياة البدوي كانت إلى حد ما العملة. طيب العملة كانت إيه؟ بس المرأة ما كان يعني هذاك الحضور عند المجتمع العربي النبطي. الوضع اختلف، المرأة صار لها مكانة مميزة، وهذه المكانة سمحت لها أن تتملك حتى أن ترتقي في أعلى المناصب، حتى صار في عندنا ملكات نبطية. صحيح، خالدة ولذلك كانت العملة عليها صورة المرأة، طبعا صورة الملك والملكة. نعم، احتراما. دكتور هاني، المكان من جماله أكيد يعني بيخلي ناس كتير تتأثر، يعني يمكن وإحنا يعني داخلين أيضا كان في أحد السيدات يمكن ماشية بتتأمل رغم أن المكان هادي حواليها ما فيش حد، ورعد كان عايز تسألها يعني إيه الأخبار، يعني لأنه لو هي محتاجة حاجة يعني، بس يبدو أن هي كانت تتأمل يعني سياحة التأمل أيضا. فواضح أنه المكان المزارات والسائحين كل واحد بيجي لزيارة الحضارة والتمتع بيها، وأيضا واضح أنه كمان سياحة التأمل يعني في مكان يعني هائل. طبعا شوفي، هذا الحكي مو جديد على البتراء، هذا تاريخيا قديم. أنا بحكي لك شغلتين سريعات. إريانوس كان مريض مرض عضال، واحد يوناني سمع في البتراء، إجوا أصحابه حكوا له، كان ما بيقدر يقف، فحكوا له قالوا إذا ما شفت البتراء أنت بتكون ما شفت الجنة. فهذا التحدي سوى عنده قدرة على أنه يقاوم المرض ويقف ويتحدى رغبة أبوه وأمه، وإجا على البتراء وزارها، ولما زارها وشافها شو حكى؟ قال الآن أنا شفت الجنة، أنا جاهز للموت، ما عاد بدي أشوف بعدها أي شيء. ومات في البتراء ودفن في البتراء، وخلت هاي الزيارة بنقش موجود في البتراء ودونه لابوردي. يعني القصص كثيرة دكتور، القصص والحكايات كثيرة في البتراء، حكايات كثيرة جدا طبعا. بنات السويس بنيت بإلهام من هذا المكان. بنات السويس اللي عملها لابوردي الفرنسي اللي راح على دمشق وبعدين زار راح على مصر وتعرف على صاحبه اللي كان قائم مع أيام إبراهيم باشا على موضوع القناطر الخيرية، وبعدين من هناك سمعوا باكتشاف المدينة المفقودة اللي هي البتراء، من هناك إجوا زاروا البتراء. هان وكانوا يحكوا في موضوع قناة السويس، لكن إنه تحدي صعب. لما إجوا شافوا السيق وحفر الصخر قالوا الناس اللي حفروا الجبال وعملوا هذه التحفة، الصحراء أسهل عليهم، ورجعوا وقدموا المشروع لإبراهيم باشا، وبعدين بلشت فكرة قناة السويس. نعم. ومن هنا كان الإلهام طبعا. هي مكان ملهم، تواصل الحضارات يعني. نعم. مهما طيب. المكان ملهم والعلاقة المكان ملهم، حتى في موضوع التأمل وموضوع الأكسجين، ارتفاع نسبة الأكسجين في هاي المنطقة، هذا مميز. المنطقة ما بين البحر الميت إلى خليج العقبة. احنا دكتور يمكن حضرتك الكلام اللي بتقوله أو الذكرى حضرتك صدق، احنا نستنشق اكسجين بكميات كبيره واحنا متواجدين طبعا. نعم. يمكن هذا اللي حضرتك تتحدث به، نحتاج من البحر الميت لخليج العقبه. هاي المنطقه تعتبر من انشط مناطق هجره الطيور اللي كانت تيجي من افريقيا ومن فلسطين ومن اوروبا، يعني تيجي عبر المنطقه هاي. السبب هو نقاء الجو، هي تبحث والأكسجين. عن المكان الامن طبعا. هذا الاكسجين يمكن هذا الشيء اللي راد لحلقات طويله. نعم. لكن احنا اليوم في رحله استكشاف بوجود حضرتك. شكرا طبعا دكتور، شكرا دكتور. شكرا دكتور، نورتنا وشرفتنا بكل الحكايات الرائعه.